السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم جعلنا لكم فيديو جديد وهو زراعة البطاطا. نزرعها بحديقة المنزل، لازم تجيبها بهذا الشكل. بها كثير من العيون، بس ان شاء الله راح نزرعها بحديقة المنزل. تابعوني. وهسه رجعنا لكم اعزائي المشاهدين، وان الاعزاء طبعا لازم تحفرها تقريبا 10 سنتيمات بالاقل على مود، ولازم تكون التربة رملية على مود تبقى هشة وتكبر الحجم مالتها.
وهسه اعزائي المشاهدين بعد ما كملنا راح اراويكم ثمار الطماطه هم راح تحمر ان شاء الله منه ورايح حتى ان شاء الله بعد ما تنبت البطاطا هم راح اشوفكم اياها. هاي الطماطه بعدها خضراء بعد لها فتره ان شاء الله ما 11 يوم 12 يوم راح تبلش تحمر تصير حمراء. يلا ان شاء الله راح نلتقيكم بعد ما تنبت البطاطا. وهسه اعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد ما نبتت البطاطا. طبعا البطاطا بدأت تخضر هذه بدأت تنبت انبت زراعة البطاطا تقريبا بعد اسبوع من الزراعة. بعد كذلك هذه بدأت هسه تخضر جديدة بعد جيد. بعد اسبوع من الزراعة لا تنسى الاشتراك في القناة، اضغط لايك حتى يصلك كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.